الوقت ده صارت عبارة إسرائيل وأمريكا شيء واحد. إسرائيل هي أمريكا وأمريكا هي إسرائيل. جمال عبد الناصر مثلا كان يردد هذا التعبير دائما. طيب. نحن الآن لسنا في حاجة لمن يقرئنا هذا التعبير. لقد رأينا في عصر أصبح فيه مدخل الوعي الصورة اللي بتخزق العين مش الكلمة اللي في الودن. صح. الصورة اللي بتنزل لقاع العين. أمريكا وإسرائيل قطعة واحدة. بايدن في زيارته بعد 7 أكتوبر قال إيه؟ ردد نفس الكلام. قال ليس شرطا أن تكون يهوديا لكي تصبح صهيوني. وده صحيح. اتنين، وكان دائما يتفاخر بالصهيونية. نعم. رغم أنه كاثوليكي مفترض. آه. اتنين، لو لم تكن إسرائيل موجودة لاخترعناها. صحيح. لأنها أكبر قاعدة برية لأمريكا في العالم. ولو حسبت المصاريف اللي بتصرفها أمريكا على قواعدها اللي هي 800 قاعدة حول العالم، هتجد أن إسرائيل هي أرخصها وأكثرها نفعا. لأنه نفس الغرض اللي هو قسمة العالم العربي بين مشرق ومغرب، وبالتالي إعاقة أي محاولة للتنمية أو التوحيد في المنطقة. نعم. مثال الوحدة المصرية السورية ليه انفصلت بعد 3 سنوات ونصف السنة؟ لأنه مفيش اتصال جغرافي. صح. وبالتالي لما يحصل انقلاب على الوحدة ما تقدرش تردعه. مزبوط. لأن انت فين وهم فين. صحيح. وهكذا. لما مصر والسعودية في أي تفتيت يحتاج قطيعة أو في بصار. وقت معين طرحوا ما يسمى مشروع جسر الملك عبد الله اللي بقى اسمه جسر الملك سليمان وكذا، وقفت إسرائيل ضد هذا الكلام. هي ضد أي تواصل بري، هي مصممة في الأساس على هذا الحد. طيب، هل إسرائيل في سيرتها الصراعية وقت أن كان العرب يدعون جميعا بكل الأنظمة تبني القضية الفلسطينية أو فيما بعد، بعد أن آلت إلى الفلسطينيين الآن، هل إسرائيل انتصرت دائما؟ لا، انتصرت في 48 وانتصرت في 67. بقت إضاءة حول 67. الأمر معروف أنه الجيش المصري لم يحارب من الأصل. صحيح. في 48 في جيوش من 7 دول عربية حربت، وسطع الحصري وقتها قال لك في تفسير الهزيمة لأنهم 7 دول مش دولة واحدة. بس مش ده التفسير الصحيح. التفسير الدقيق أنه ما أسميناه العصابات الصهيونية وقتها كان جيشها المدرب باسم الفيلق اليهودي في الحرب العالمية الثانية من قبل الحلفاء الأغربيين. اتنين، عدد جنوده كان 65,000 مقابل ان 7 دول عربية بعت 32,000 جندي. فبالمعايير المادية الصلبة كان لابد ان يهزم. صحيح. بعد 67 لم تنتصر اسرائيل في حرب واحدة ابدا. صحيح. لا هي انتصرت في حرب الاستنزاف وهي اطول حروب الصراع العربي الاسرائيلي وقف ان كان عربيا اسرائيليا، ولا انتصرت في حرب اكتوبر 73، ولا انتصرت في غزو لبنان الى نهايته سنة 2000 بخروجها من جنوب لبنان، ولا هي انتصرت في حرب 2006 مع حزب الله، ولا هي انتصرت في حروبها الخمس مع حماس ومع غزة. مع غزة. اسمع، فالفكرة الأساسية انه لا، ده في نقطة بتصب في الفكرة دي يا دكتور، تراجع في المادة البشرية الممكن مفهوم توفيرها، انما كمان في تراجع في نصبها من الفخر التاريخي.